كان يقال سابقا في منطقة الرور يسقط الفحم من السماء بدلا من المطر، لكن تلك الأزمنة ولت، فقد أغلقت معظم المناجم كهذا الذي يوشك على الإغلاق في بوتروب. ديرك أوبالكا لا يريد أن تبقى تلك المساحات خالية، بل يسعى إلى أن يحدث شيء جديد. نحن أهل الرور عادة ما نشكو الأوضاع السيئة، لكن منطقتنا تتميز بأشياء مهمة، منها وجود أكبر عدد من الجامعات في أوروبا فيها، كما يتم ترميم البيوت وفقا لمعايير توفير الطاقة. هنا مثلا تبنى بيوت منتجة للطاقة لمحدودي الدخل، مشروع فريد من نوعه في أوروبا، ومن المفترض أن تنتج هذه البيوت طاقة من حرارة الأرض والشمس تفوق ما يستهلكه السكان. كان ديرك أوبالكا في السابق مديراً صناعياً، أما اليوم فهو يسعى عبر مبادرته هذه ليبرهن للناس مدى الإمكانيات المتاحة في المنطقة. ولأجل هذا المشروع تدفع جمعيته كل عام بضعة مئات الآلاف من اليوروهات لمدينة بوتروب. نحن ننفذ مشاريع حقيقية هي مبادرة من جمعياتنا. هنا يتم ترميم حي كامل كان يتكون من منازل عمالية سابقا، بحيث يتطابق مع معايير توفير الطاقة، لكن في نفس الوقت يتم المحافظة على أسعار إيجار مناسبة، ما يسعد السكان. هذا السكن جميل جدا، نحن نبني لأجل الناس ويهمنا أن يرتاحوا هنا. وفي نفس الوقت تستطيع جمعية ديرك أوبالكا التي تضم الكثير من أصحاب شركات الطاقة كأعضاء أن تجرب تقنيات جديدة، مثلاً في قبو منزل بيرند نيتشا. يملك هذا المستأجر محطة صغيرة لتوليد الحرارة والكهرباء بواسطة الغاز. توجد حالياً أكثر من 90 محطة من هذا النوع، ويمكن تجميعها في محطة واحدة كبيرة كي يتسنى إنتاج الطاقة التي يستهلكها نحو 70,000 من السكان. الأمر مجد من الناحية المالية، فبينما ننتج طاقة حرارية نحتاجها في البيت ننتج كهرباء أيضا ونستهلكها ونبيع الفائض. منازل حديثة من ناحية وفرص عمل من ناحية أخرى، إذ لابد من توفير العمل للشباب هنا، خاصة في قطاع الخدمات اللوجستية. هذا القطاع يتطلب الكثير من المساحات وهي متوفرة هنا. يتضح من نموذج ميناء دويسبورغ كيف يمكن استخدام المساحات الصناعية القديمة لأغراض جديدة. قام عضو المبادرة إيريش شتاكة بإدارة المشروع وحول الميناء القديم إلى أكبر ميناء نهري للحاويات في العالم، وقد استخدمت بعض الأموال العامة أيضا لإنجاز المشروع المكلف، وإلا لما أمكن ترميم المساحات الصناعية السابقة. لقد حولنا مصنع الصلب القديم، فاليوم يعمل على مساحة 2070 هكتاراً 4500 شخص، وكان هذا العدد سيبلغ نصف ذلك فقط لو ظل مصنعاً لإنتاج الصلب. هنا تعمل 40 شركة بدلاً من شركة واحدة، وهذا نجاح يحتذى به في أوروبا. يتم اليوم تصدير السلع من هنا إلى كل أنحاء العالم، ما يجذب المزيد من الشركات اللوجستية، إلى درجة أن المساحات التجارية المتبقية أصبحت قليلة. هناك حاجة إلى المساحات. هنا في منطقة الرور لدينا الكثير من مساحات المناجم السابقة التي يريد السياسيون تقليصها. إذا استطعنا إعادة استغلالها فهذا سيحل مشكلة نقص المساحات التي نواجهها. حيث يتم الآن تحميل الحاويات، كان يوجد سابقاً مصنع للصلب وكان هدمه مكلفاً. مشاريع مشابهة تتطلب دعماً من الدولة بحجة أن إعادة الإعمار في شرق ألمانيا بعد الوحدة يجب أن تتبعها إعادة إعمار في غربها. لا نريد أن ننافس الشرق، لكن لا يجب توزيع الأموال حسب الاتجاهات فقط، وإنما وفقاً لحاجة كل منطقة، وهنا أعتقد أن منطقة الرور تستحق بعض الدعم أيضاً. صحيح أن الرور لم يعد المنطقة الصناعية الرئيسية في ألمانيا، إلا أن مثال ميناء دويسبورغ يبرهن أن الاستثمارات المجدية قد تعطي دفعة كبيرة للمنطقة.